تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، أي ما يختص بها. أنت يا سماء، السماء الأولى مهمتك كذا وكذا وكذا، وسيحدث فيك من الأمور كذا وكذا. السماء الدنيا مهمتها كذا وكذا، وسيحدث فيها من الأمور كذا وكذا. هو يعلم، لا أنت ولا أنا نعلم. فإن الله قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكنه سبحانه يعلم. وأوحى في كل سماء أمرها المكلفة به. قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، أي وحفظا من كل شيطان مارد. زينا بالمصابيح، والمصابيح أيضا تحفظها. قال قتادة رحمه الله: النجوم لها ثلاثة أغراض فقط في كتاب الله، من ظن فيها غير ذلك فقد أخطأ. زينة للسماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد، والثالثة وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الاهتداء بالنجم. معروف الاهتداء بالنجم، يعرفه أهل البادية. وإذا جلست في يوما واحدا أو يومين تنظر في آفاق السماء، لأن عرفت ثلاثة نجوم تشكل رأس مثلث طويل الارتفاع، يتحرك ليلا من مكان إلى مكان، نجم يتحرك ليلا من مكان، معروف علامات وبالنجم هم يهتدون.